ما زلنا نستقبل مشاركات متابعين الأطفال حول فعالياتهم أثناء الحجر المنزلي والرسائل التي يوجهونها من خلال برنامج هاتشو. آخر المشاركات التي كانت قد وصلتنا هذا الأسبوع جمعناها لكم في هذا الفيديو. إيد بإيد رح نحمي وطننا، خليك بالبيت لتحمي نفسك وعائلتك وبلدك، خليك في البيت. أنا بندر إماد مرعي، خليني في البيت عشان أردن تخلي أحلى. أنا اسمي نيرين عماد مرعي، بالصف الثاني، بدرس من البيت، فخليك بالبيت مشان الصحة. أنا ريماس حسين عليمات من المفرق، عشان بيتنا الكبير خليكم بالبيت. شون الله شون الله، لازم تقعدوا بالبيت، الكورونا لازم ما ينتشر، لازم ما ينتشر، البطن مش مهم، الصحة مهمة. استخدم القفازات عند الخروج، التعقيم يحمينا الفيروس كورونا. نحارب فيروس كورونا بتطافتك الشخصية، نحارب فيروس كورونا بالتزام التعليمات. منشاني منشانكو خليكو بالبيت، أنا نحمي حالنا من فيروس كورونا. مدامك تحب بيتك الكبير الأردن، خليك ببيتك الصغير. أنا سلمى بلال حلالي، خليكم بالبيت عشان الأردن، عشان صحتك، عشان أهلك، عشان بلدك، خليك بالبيت. أنا أردني بحب بلدي، خليك جدها وخليك بالبيت. عشان نشوفكم بخير، نحمي وطننا، خليك بالبيت. الموضوع مو مسحة، اقعد ببيتك علشاني وعلشانك، الزم بيتك وعلشان الوطن. انت نشمي وابن نشمي، مشان الوطن خليك بالبيت، مشان الله خليك بالبيت. اذا بتحبوا الاردن خليكم في البيت. حابة اوجه رسالة لكل مواطن اردني، بليز خليك ببيتك. ليه؟ لانه هذا الخيار الوحيد اللي بيقضي على فيروس كورونا، فخليك ببيتك، لانه نحنا شعب أردني بتحب بعضنا، فنحن ما بدنا نخسر حدا. أنا اسمي لانا، عشان صحت وصحتكم خليكم بالبيت. إذا بتحبونا لا تفحونا، ما تطلعوا من البيت إلا للضرورة، الله يحمي الأردن. مرحبا، أنا اسمي محمد، عشان صحت وصحتكم خليكم بالبيت. أنا آدم قيس أبو العسل، عشان صحتك وصحتي خليك بالبيت. أنا ماريا أبو العسل، عشان ظلم أمان أبا أمان خليك في البيت، ودايما دايما استغفر. خليك في البيت، أردن غالي. خليكم بالبيت عشان صحتنا وصحتكم تضلها أفضل، ونحارب الكورونا مع بعض مشان بلدنا الأردن. عشان صحتكم خليكم بالبيت. مرحبا، أنا اسمي آية محمد، عمري 9 سنين، صف رابع. طبعا مشان تحمي عائلتك واهلك خليك بالبيت. خليك بالبيت عشان وعشانك، وعشان نحمي البطل وجلالة الملك عبد الله الثاني، الله يحمي الاردن والها. انا اسامة الصاحب للملك عبد الله، شكرا على الشرطة والجيش، ما تطلع عشان كورونا، ما تطلع برا عشان في فيروس كورونا، عشان بس يلعبوا بالسطح عشان الشرطي ما ياخدنا. عشان بلد الأردن خليك ببيتك، خليك بصحتك، خليك في البيت عشان سعادتك وسلامتك، برضو عشان ما نضر شعبنا ولا نضر غيرنا، عشان ما نعد بعض خليك في البيت وفكت حلت. بحبكم كلكم عشان خليكم في البيت. بحيي وبشكر الملك عبد الله الثاني والشرطة والجيش، دلكوا بيتكم صغير عشان تحموا بيتكم الكبير. نفتخر في بلدنا أمام كل العالم،
حمسان ساهمة برفع راس الأردنيين خليك في البيت. بسلامتك وسلامتنا، خليك في البيت وحافظ على النظافة وعقم يديك باستمرار. خليك ببيتك عشان تحمي حالك تحمي وطنك من فيروس كورونا. عشان بيتك الكبير خليك ببيتك الصغير. أردن أول، أردن أول.